خلال استقباله وفد مجلس الدوما الروسي والجمعية الأرثوذكسية وممثلون عن الجمعيات والمنظمات الشعبية في روسيا. أكد محمد جهاد اللحام رئيس مجلس الشعب ضرورة أن يكون من أولويات جنيف 2 محاربة الإرهاب ووقف تمويله، لافتا إلى أن سوريا شعبا وحكومة تؤمن بالحل السياسي والسلمي دون أن يكون هنالك فرض شروط على الشعب السوري. ومن جهتهم أكد أعضاء الوفد الروسي أن الشعب ومجلس الاتحاد ومجلس الدوما في روسيا يتضامنون مع الشعب السوري في مواجهته للإرهاب، مشيرين إلى أن البرلمان الروسي كان مشاركا في كل المحافل الدولية لدعم سوريا وشعبها، مثنين على التضحيات التي قدمها الجيش السوري للدفاع عن وطنه. نحن في البرلمان الروسي نعمل من أجل الدفاع عن الحقوق الشرعية للشعب السوري ولنضال الشعب السوري الباسل ضد الإرهاب، ونحن هنا لندرس الوضع في سوريا ووقف التدخل الخارجي الذي يؤثر على الأطفال والمدنيين، ونتمنى أن يكون وجودنا هنا سيؤثر على سير مفاوضات جنيف 2. خلال هذه الزيارة سنتخذ التدابير اللازمة في البرلمان الروسي. وكان الوفد الروسي قد زار مشفى يوسف العظمى العسكري للاطمئنان على أحوال جرحى الجيش. جئنا من شان نعبر عن تضامننا العميق مع الشعب السوري، ولأن ندرس كيف الوضع في سوريا، كيف شعور الناس، لأن أغلبية ساحقة ما أدعانا يزورون لأول مرة سوريا ويريدون أن يشاهدوا بعيونهم ماذا يحدث في سوريا، وأننا نتفق في الإعجاب أمام رجولة الجيش السوري الباسل الذي يدافع عن استقلال البلاد عن سيادة الجمهورية العربية السورية. وتستمر زيارة الوفد عدة أيام، يلتقي خلالها شخصيات دينية وحكومية بالإضافة إلى القيام ببعض النشاطات الإنسانية تدعم المتضررين جراء الأعمال الإرهابية.